كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة يعمل حالياً على تصميم نموذج طاقوي وطني بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، مما سيتيح لنا إعداد رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية الممكنة، منها تلك المتعلقة بالانتقال الطاقوي وبالإدخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني، إضافة إلى تلك المعنية بالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكاً كالسكن، النقل والصناعة. وسيمكننا دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي، تحديد النهج الأنسب للانتقال الطاقوي سلس يأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانات الطبيعية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية، وذلك بإدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من المواتير المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة.